فلا جديد تغدو دو مخاوف مصريه هجوم رفح يهدد بتدفق الاف اللاجئين من غزه قال مسؤولين مصريين البارح لحد انه القتال في رفح نجم ادي الى اغلاق الطريق الرئيسي لدخول مساعدة الى غزه ونبت مصر من جهتها بتعليق معاهده السلام المبرمه مع الكيان الصهيوني في حال ارسال جيش الاحتلال لقوات جديده الى مدينه رفح الحدوديه المكتظه بالسكان في القطاع التهديد المصري بتعليق المعاهده هذه يجي بعد تصريح بنيامين نتنياهو انه ارسال قوات الى رفح امر ضروري ل تحقيق النصر في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر على حركة حماس والجدير بالذكر أنه أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة هربوا إلى رفح وتكتسوا داخل مخيمات مترامية وملاجئ تديرها الأمم المتحدة بالقرب من الحدود مع مصر وين الحكومة المصرية تدفق جامعي لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين واللي ممكن ما يسمح لهمش الكيان بالعودة أبداً في صحيفة لوريان لوجور نقرأ لايون نوفيل غراند مانيفستاسيون كونتر ان جينوزيد غازا الالاف يتظاهرون في الرباط تنديدا بإبادة في قطاع غزة ظهر الاف المغاربة البارح في الرباط تعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني مطالبين بإنهاء تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان المتظاهرين رفعوا لافتات أمام البرلمان وسط العاصمة المغربية تكتب عليها أنه تطبيع الخيانة وطالبوا بوقف المذبحة في وقت دخلت فيه الحرب شهرها الخامس أكثر من عشرة الاف شخص شاركوا في المظاهرة هذه ومشاو الطرق الرئيسية لوسط المدينة بالقصر المتواصل على القطاع وبتطبيع العلاقات بين المحتل والمغرب اللي شدد منذ اندلاع الحرب على وقف الاعمال العسكريه ورفض استهداف المدنيين من اي جهه كانت وحل نهائي للقضيه باقامه الدوله الفلسطينيه. كانت هذه الغوفيو نتاعنا اليوم نتلقى في الغوفيو <applause> الجايه.